جايز، يوم السفرية رجعت من الجيم، نمت شوية، الحين مستعدة عشان اروح المطار. لما رجعت من الجيم اكلت سلطة وما كانت مشبعة مرة، يعني سويت ساندويتش جبنة عشان اكله الحين، وممكن برضه في المطار اكل مرة ثانية. مو مرة احب اكل الطيارة الصراحة. حوصل تبليسي. الفعالية لما حوصل تبليسي حيكون كلاس، كوكينج كلاس، فحنطبخ وزي كذا، نسوي التراديشنال اطباق حقتهم، فمره متحمسه اني اسويها. خلاص يصير انه باكل دحين وما عاد اكل لين كوكينج كلاس، فان شاء الله اضبط الطبخه عشان لا اموت جوع بعدين. مني حابه اصرف فلوسي هذه السفريه في الاكل، هذه السفريه اني بناكل على قدنا. كل الفعاليات ححط لكم اسعارها وانا اسويها لو انتم حابين انه يعني تسوي نفس الفعاليات اللي انا هعملها. اوكي بخلص فطوري واديكم ابديت من المطار. لسه باقي ساعة وربع، حسنا كثير بس اتس اوكي، حقعد امنتج. انا اصلا كنت عارفة ان انا خارجة ابدر من الوقت مرة، بس قلت اجي بدري واستنى ولا اتأخر. وصلنا على تبليسي، فان فاكت ما في اوبر، تطبيق بكبره مو موجود عندهم، هذه المعلومه ما كنت اعرفها. الحين حاخذ تاكسي من المطار وحروح على الفندق حقي. وصلت على الفندق يا جماعه، الحين بس بدور على غرفتي. سي شو الصوت؟ المفروض ميوزك بس شكله الصباح خربانه. اولا الفيو على السيتي. سألت الريسبشنست وقالت انه وي دونت نيد ماسكس، فالحمد لله. دحين الساعة 12:30، أول فعالية عندي أعتقد الساعة 3 أو الساعة 5 بتوقيت جورجيا، أعتقد انه هو يبدأ الساعة 4، بس كتبت لهم مسج عشان أتأكد. عندي تقريبا 4 ساعات، ففي هذه الأربع ساعات أبى أنزل في المنطقة اللي حوالين الفندق، أبى أستكشف المدينة، وأبى السماعة تسكت عشان من جد بدأت أصدع. صدعت من قدر. هاي there's a speaker in my bathroom that I don't know how to turn off, making noises and I don't know how to turn it off. صلحناه، تخيل الزر الوحيد اللي ما ضغطته طلع هو. بمشي تعبت، تخيلوا عشان المنطقة جبلية ما عندي مشكلة اني امشي، بس عندي مشكلة اني امشي على فوق، فشوية تعب بس اتس اوكي. دحين قاعدة امشي في اتجاه الكوكينج كلاس، الحين الساعة 2 اولموست وكلاسي 4، فيعني عبال ما حوصل حتكون 8، فعندي ساعة كذا ارتع. وقفت البقالة جبت بسكوت لاني ميت جوع، بس ما باكل عشان يعني حنطبخ، فجبت هذا البسكوت، الشيء الوحيد اللي عرفته اللي عندنا زيه في السعودية. Times per week do you eat ketchup pudding? How many times? You eat. Close? Yeah, close. Take look. And now you, how are you? Yeah. Like this? Yes. Like this. This. This better. It's you. So we're taking the napkins. Okay. Now the eggs and cheese. Salt. This more salt. And water. It's our dough. This dough different. It's a bit. Yeah. Yes. Okay. No. No. Well, more thin. Okay. Yeah, look. Okay. Yes. Look. Cold water too. Look. Oh. Hey, your handmade. Eat it with hot sauce. It's very similar. Oh, delicious. Delicious. So good for you. It's so hot. Very bad.
خلصنا دوبنا من الكوكي كلاس صراحة مرة انبسط. الكلاس حقي كان معايا بس بنت واحدة، بس لما جينا كان في انه لسه اللي باقي من الكلاس اللي قبل، كان في بنت اوكرانية، كان في ولد هندي، كان في ولد برتغالي، والبنت اللي كانت معايا اسمها ريتشل كانت امريكية. واي عمري في كلبوب صغير. تعلمنا نسوي الاول ماني قادرة افتكر اسمه، ذاك حرفين كتبته لسه ماني فاكرة كيفين قال، اللي هو كان بالجبنة لذيذ مرة لذيذ، وادتنا وصفة العجينة كيف نسويها. الطبق الثاني اللي سويناه كان بيسكلي منتو اسمه خنكالي، it is منتو. لا تحاولوا يعني تسووا انه traditional dish. انبسط غير كمان عن انه نفس فقرة الطبخ عن الناس اللي كانوا فيه، وكنا نسألهم يعني انه من فين جوا، ليه هم هنا، كم يوم حيقعدوا زي كده. تقييمي لفعالية الكوكينج كلاس 10 من 10، كانت حلوة، الأكل كان لذيذ وبيجي منه كثير أخذت معايا. بدي حل حرجة على الفندق، خلاص ما عاد عندي فعاليات اليوم عشان بكرة it's a full day. حنروح كيف وحنروح نشوف شلال وحنروح نجدف ومدري، يعني في له many activities، فلازم أكون نايمة وصاحية كويس بدري وماكلة ويعني مستعدة. سواك حيجيني الساعة 9 ياخذني. Good morning, guys. حتى السفر يوم التلوت يوم السبت حنحط ماسك، واليوم تلوت. هذا حق فنتي اسمه كوكيز اند كلين، مرة حلو من جد، أحس وجهي بعده نظيف. أحط هذه الباتشز حقت اللبس، بعدها حكمل المورنينج روتين حقي العادي وحتروش وحلبس بسرعة عشان أنزل أفطر. الحين الساعة أعتقد 7 والسواق حيقابلني برا الساعة 9، فبخلص كل حاجة وأفطر وأخلص وأجلس وبعدين يجي السواق، يعني ما بكده اللي أكون مستعجلة عجل 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 ورا بعض. الله على الشمس اللي قاعدة تسوي شكلها حلو. سويت ماي سكين كير روتين، حطيت ميك اب، كويت ملابسي. لأمانة ما أعرف تفاصيل الفعالية اليوم بس مرة متحمسة عليها. Let's go. اوكي هذا فطور اليوم، اومليت خضار سلطة with chicken sausage french toast. يم. اوكي يا جماعه نحن الحين قاعدين نحرك على المنطقه اللي فيها الكيف واللي فيها الشلال وكل هذه الاشياء. الرحله تخيلوا كم ساعه؟ 3 ساعات. خلاص ابادوخ كنا طالع المدينه، وقفنا نشتري مويه وسناكس وكذا عشان ليت اللي ماسكين خط سفر. طريق لحاله حلو، كله كذا اللي مرتفعات وجبال وخضره في كل محل، ف اتس اميزنج. مره مره متحمسه لنوصل. خلصنا من جولة القارب، مرة كانت تجنن حرفيا يا جماعة. أنا في السيارة لي أكثر من 4 ساعات بس worth it worth it بشكل مو طبيعي. مرة المناظر كانت حلوة وجوا في الكهف برد، وقابلت متابعين مرة كتاكيت. عشان نروح المنطقة اللي بعدها الحين نروح نشوف الكيف. جوة كهف بروميثيوس
كأنه فيلم وجوة يعني كوكب ثاني، مو كأننا في الأرض أنيمور. أحس في أي لحظة حيطلع لي إلي يعني. خلصنا من التور اللي جوا اللي هي المشي، والحين حنروح نركب البوت اللي هو في نهر من وسط الكهف يمشي. خلصنا من فعالية الكهف، الحين نركب الباص. رجعنا مرة ثانية عند السيارات، أخذ سيارتي وأعتقد إنه خلاص. ما شفت كيف وقفنا في كافي شوب صغير في الطريق عشان ناخذ قهوة. خذ كابتشينو شيء مضمون. رجعنا على الفندق اخيرا، مره تعبانه حس وجهي يفرق عن يوم الصبح. مره كان مشوار بعيد الصراحه، طلع 4 ساعات روح 4 ساعات رجع، وانا اللي انبسطت الصراحه هناك. كانت يعني اكتيفيتي ما عمري قد سويتها، الكيف ما عمري دخلت جوه كيف في حياتي. فيا دحين الساعه 10 فلازم ننام عشان بكره لازم برضو نصحى بدري، لانه فعاليتنا تبدا من الساعه 9 الصبح. يا لازم الحق اصحى اتروش البس. برضو بكره حروح منطقه ثانيه بعيده شويه، بس ما اعرف بالضبط قديش بعيده، نكتشف مع بعض بكره ونتفاجئ. يلا جود نايت واشوفكم بكره. مورنينج جايز، في اليوم الثالث في تبليسي. دي بخلص المورنينج روتين حقي، ابغى بس البس عشان لازم افطر زي الناس. وفعاليه اليوم فيها غدا انكلودد، هناكل خنكالي مره ثانيه اللي هو زي المنتو. فحلبس بسرعه وححط ميك اب عشان انزل افطر واخرج على طول، لانه لازم نتجمع في المحل قبل الساعه 9، لانه الساعه 9 نحرك. الان مره مبسوطه بالفعاليات اللي قاعده اسويها، يعني قاعده اشوف اشياء ما توقعت اني اشوفها قبل كذا. طبعا زي ما قلت لكم ححط لكم رابط حقها. هذه تكلفتها، تكلفه تشمل الجايد والسياره اللي حتاخذكم 4 ساعات بتومي وترجعكم الى المحل اللي شالتكم منه، والتور جايد طبعا هو في الطريق يشرح لكم كل حاجه ويقول لكم المناطق التاريخيه وما عارفه، يعني كان مثقف. اوكي دحين حنزل افطر او ما حلبس يعني لبس حق اليوم عشان لا تصير ريحته زفر وكذا، بصير اطلع بسرعه والحق اتجمع مع الجروب. فطور اليوم كروسون، معجنات، فرنش توست، وفواكه، بطاطس، قهوه، وعصير. مره كثرت صراحه في الاكل، نسوي كذا زي معجنات كان فيها دجاج ومره كانت لذيذه، فاكلت 3 وخلاص ماني قادره اتنفس. كذا الحين لما حمشي حيتهضم ان شاء الله شويه، حخرج بعد يمكن 10 دقائق يعني اوصل بدري، يصير انه توقيت كويس. فاتمنى فعاليات اليوم اقدر اصورها افضل من فعاليات امس. انا انسانه مره اتوتر لما اصور، في ناس حواليا فاهمين وانا اصور، هم اللي ايش قاعد تسوي هذه. ادري انه اتس فاين بس مخي مو مقتنع لسه. امس مره كان في تطور كبير في الانكزايتي حقتي، سالت بنت انها تصورني، ما عمرها صارت في حياتي كلها. الصورة كانت سيئة ولكن أخذت الخطوة، كنت شجاعة أنا في إني أسأل أحد ما أعرفه إنه يصورني. أوكي ليتس جو. مرة حلوة المنطقة، أحس أتمنى إنه كان في زيب لاين من هذاك الجبل إلين هذا الجبل ونتزحلق، بس إتس أوكي عادي. صرنا قريبين مرة من البحيرة، في قوارب كذا، بس هذا أظن كنا حنركب قارب. I'm just happy إني أكون قريبة نتفرج.
دحين احنا جوا القلعة. هنا this is the secret entrance. هنا كانوا يخشوا منه عشان يخشوا على هنا. هنا في القلعة حقت الجواسيس، وهذيك المنطقة بانين فيها زي ستوريج روم يحطوا فيها الأشياء اللي يحتاجوها عشان لما يضطروا مثلا يخزنوا موية وأكل كثير لو كان في حرب أو حاجة. وبرضه هناك بانين كنيسة والبرج حق الجواسيس حقهم. هذا هو البرج من فوق، يقدروا يشوفوا كل المنطقة ويتواصلوا مع باقي الأبراج. وأوريجينالي ما كان عنده مدخل يقدروا الناس يخشوا عليه عشان يكون صعب إنه أحد يدخل، فكانوا يا يتسلقوا الحجار أو ينزلوا سلم. الحين إحنا حنطلع لفوق عند التاور عشان نشوف المنظر كيف. كيف المنظر من هنا يجنن، وكل بعد مسافة في جدار في زي كذا فتحة صغيرة. I guess هي اللي كانوا يجسسوا منها or something. المحلسة مرة ضيق، أحس إني حطيح أنقلب فول. شايفين قديش مساحة كبيرة هنا يقدر يحط السهام حقته ويقنص من هناك. طريقة تانية ناكل فيها خنكالي يقلو نفس يعني نفس اللي دوبه كان عندنا بس حطه في زيت. It's crispy. It's salty and crispy and شوفوا هذا الجدار كله يحكي قصة جورجيا مع روسيا، من الحرب اللي قامت وعن البارتنرشيب اللي سووها. ولو تلاحظوا شوفوا الجزء اليسار اللي هو قصة جورجيا، ولو تلاحظوا كل الشخصيات عيونهم بنية، بس في الجهة الثانية اللي هي جهة قصة روسيا كل الشخصيات عيونهم أزرق. It's interesting. وهنا هذا السنوات اللي خلاص سووا فيها المشاركة، سنة 1783، وهذا الجيش الجورجي وهذا الجيش الروسي. وهذه يعبر عن الصداقة اللي بينهم، من الأم هي جورجيا والولد هو روسيا. المنظر حرفيا كأنه هايدي اللي تلال وهوى في شلال هناك. شايفين الشلال؟ نحن حاليا على ارتفاع تقريبا how high did you say 2000 تقريبا 2000 متر من الارض، والهواء بارد والشمس حارة. حلوني كده خلصت الجولة حقتنا خلاص، يعني هذا اخر محل وصلنا له يعني فوق الجبل. فالمفروض الحين خلاص نرجع على تبليسي، ولكن وقفنا في هوتيل عشان نشرب قهوة ونحلي وزي كذا، يعني ناخذ بريك بعدين نكمل ننزل. وانا اتكلم اني قادرة يعني اني ما طالع في الخلفية، كاني امزح مو كنا من جد. يعني شوف شكل السحابة كيف مرتب. انا طلبت هوت شوكليت كاني طفلة. ما ادري كيف كذا اشتهيته، طلبت كابتشينو. الحين نستنى الحلقة حقنا. بعد مشوار
ثلاث ساعات كنت نايمة فيها كلها وكانت رقبتي زي كذا، بس اتس اوكي. وصلنا على الفندق، مرة من جد من جد مرة انبسطت في فعالية اليوم، سواء يعني المناظر ولا التاريخ ولا الصحبة الحلوة. من جد جانس ادري انها مي قاعدة تفرج هذا الفيديو، بس يعني انا حبها في قلبي. مرة كتكوتة ومرة كذا كانت مرة فريندلي، قعدنا نتكلم لايك ساعة كاملة كذا، بس جالسين نشرب قهوة ونتكلم، وحكتنا عن قصة حياتها، انا حكيت عن قصة حياتي وكذا. هذا الشيء اللي انا احبه، نتعرف على ناس جديده وكذا، اكتشف يعني معلومات جديده عن الحياه. اليوم هو يوم المفضل كل الثلاث ايام اللي قضيتها هنا، 10 من 10. الصراحه انا اقترح تسوي فعاليه اليوم بس ما تسوي فعاليه امس لو انه حتختاروا بينهم، لانه فعاليه اليوم هذا سعرها، فعاليه اليوم سعرها اقل من فعاليه امس. امس كانت 4 ساعات خط كذا صمت، وبعدين سويت فعاليتين هناك يعني سعرها مو انكلودد في الباكج، وبعدين 4 ساعات تانية صمت. بس فعالية اليوم زي ما شفتوا هي كانت المفروض 3 ساعات إلى ما نوصل إلى قمة الجبل، بس نحن أخذناها في 6. وقفنا شفنا النهر، وقفنا شفنا السد حق الموية، ووقفنا أكلنا يعني شفنا أشياء مرة كثير، وشفنا القلعة وحق الجواسيس وما نعرف إيه. فحسيت من جد إني تعلمت أشياء عن جورجيا وتاريخ جورجيا وكيف كانوا مع الروس والاتحاد السوفيتي. وكان يوم جميل. بكرة آخر يوم لي، حروح ثريفت شوبينج، وبعدين عندي ساعات مرة طويلة ما أعرف حسوي فيها ما بين ثريفت شوبينج وما بين الطيارة، وحاكون أريد قد مسوية تشيك أوت، فإنه ما أقدر يعني أبعد أكثر. بكرة أتفاهم مع هذا الموضوع. تصبح على خير. Good morning guys. في اليوم الرابع والأخير في جورجيا، أحس إني مبسوطة إنه خلاص حرجع البيت وزي كذا، وأشوف تنفسايفة حبايب قلبي. بس الوقت أحس إنه I wanna stay here للأبد، يعني أحس إنه لسه في أماكن ما رحتها، مناطق ما اكتشفتها. بس إن شاء الله إن شاء الله لها رجعة ثانية. أسوي تشيك أوت بدري اللي هو الساعة 11، بس هخلي شنطة عندهم، هروح أتسوق، أسوي ثريفت شوبينج، وأشتري أشياء حلوة. طلع في ستاربكس 5 دقايق من الفندق، ففكرت ممكن إنه رحلتي آخر الليل وفعاليتي تخلص يمكن على 3:30-4، فعندي وقت مرة كثير. اللي حسويه إنه لما حنرجع حروح على ستاربكس، هشتغل شوية لما يقرب وقت الرحلة، وبعدين ححرك على المطار. فيا متحمس الفعاليات اليوم. ما عمري في حياتي ثريفت شوبت، ما أعرف يعني إيش ثريفت بالعربي، بس هو إنه أشتري أشياء مستخدمة، ملابس اكسسوارز أو أي حاجة. طلع إنه أوغست الشهر اللي نحن فيه لدحين هو سكند هاند مانث، اللي هو شهر الأشياء المستعملة. مرة شيء كويس للبيئة، خاصة في هذا الزمن لما الكل قاعد يعتمد على الفاست فاشن. مرة نشتري الحاجة بمرة رخيص وبنلبسها مرتين وبنرميها، وبعدين نشتري ونرمي نشتري ونرمي. ما أعرف إذا عندنا في السعودية ثريفت ستورز كثيرة، بس أعرف في جدة في مواكب الأجر اللي هو تقدروا تروحوا تتبرعوا بأشياءكم هناك وتقدروا برضو تشتروا. طيب خلاص كفاية كلام، خلوني دحين ألبس وأرتب الغرفة وألم كل أغراض عشان ماني حابة أنسى ولا حاجة، ونحرك على آخر فعالية في جورجيا. لأوتفيت اليوم حألبس هذا الجاكيت البينك وبولو شيرت وذيس بنطلون وهذا الشوز. دحين متجهة على جاليريا مول اي جس اسمه، هو حيكون نقطة التجمع اللي كلها حنتجمع فيها عشان نروح نسوي الثريفت شوبينج. مسافة مشي يمكن 10 دقايق 12 دقيقة من الفندق الى المول، والجو اليوم مرة لطيف كذا، في له هو بارد بس مو مرة بارد اللي ينكد. اوكي جايز، انا رجعت على الفندق، كنت امشي اروح ستاربكس بس ما في حل امشي، ما في حل اتحرك. من جد اشتريت اشياء مره كثير، مو اشياء مره كثير يعني، اشتريت 7 قطع كلها تجنن يعني، كلها سو يونيك. من جد ما اعرف فين كنت حلاقي زيها، فحبيت شكلي حقضي كل حياتي بعد كذا بس اشتري سكند هاند.